la cuisine coréenne, c'est son aspect santé. Bueno, es la cocina que nos interesa particularmente. Le plat, c'est sans doute le bibimbap, kimchi. Bueno, lo más importante que descubrí al ir profundizando un poco en la cocina coreana es que tenía una personalidad, una identidad muy particular, tenía una gran tradición y tenía también una gran diversidad, porque es una cocina. ما يجذبك إلى الطعام الكوري هو التنوع الكبير في النكهات والأطباق وكل ذلك في وجبة واحدة. تتكون المائدة الكورية العادية من الأرز المسلوق والشوربة والصلصة الكورية المعروفة باسم جانج وتشكيلة متنوعة من الأطباق الجانبية المسمى تشان. وصفت منظمة الصحة العالمية الطعام الكوري بأنه طعام مثالي لما يمتاز به من توازن غذائي متميز ولأنه طعام يعتمد على الخضروات فهو يقدم الحبوب والخضار واللحوم والأسماك على نفس المائدة. Bueno, la primera impresión es que es muy apetecible, ¿no? Es una cocina muy viva, juega mucho con los colores, además. بالنسبة للكوريين فإن الطعام يعني أكثر من مجرد توازن غذائي. يشتمل الطعام الكوري على سحر الألوان الخمسة الأساسية التي تمثل نظام الكون. حسب التقاليد يؤمن الكوريون بأن الحامضية المقترنة باللون الأزرق جيدة للكبد. والمذاق المر واللاذع المتمثل في اللون الأحمر جيد للقلب. والنكهة الحلوة المتمثلة في اللون الأصفر جيدة للطحال. والبهارات الحارة ذات اللون الأبيض جيدة للرئتين. والنكهة الملحية المتمثلة في اللون الأسود جيدة للكلى. الأطعمة الكورية ليست لذيذة فحسب، بل هي تتبنى الفلسفة الصحية التي تقول بأن الألوان والنكهات الخمس تجعلنا أفضل صحة. Unas por unas razones, otras por otras. Yo creo que la cocina coreana, una de sus mayores virtudes es que profundiza en el uso de las, en el consumo de las verduras y las hortalizas. Seguramente esa es una de las razones por las que la cocina coreana está considerada la más sana. Donc il y a différents aspects de la cuisine coréenne qui sont vraiment intéressants. Il y a les kimchi, mais aussi tous les produits de fermentation, comme le ganjang, le gochujang et le doenjang. Et donc on a, par ces produits, c'est vraiment ce qui définit un pays. Pour moi, le goût de la Corée, c'est le jang. وتعرف في كوريا بالجانج. تتكون صلصة الجانج الكورية من معجون الفلفل الأحمر الحار ومعجون فول الصويا وصلصة الصويا. الحفاظ على حرارة الفلفل الأحمر الجاف والمعجون الحار هو شيء أساسي في الجانج، ولا يمكن الاستغناء عنه في العديد من الأطباق الكورية المميزة مثل بيبيمباب. تمنح صلصة الصويا طعم التوابل وتضيف طبقات أغنى لمختلف الأطباق مثل جابتشي وبولجوجي بطعمها الملحي والمركز. ولما يتمتع به معجون الفول الصويا من طعم ونكهة لذيذة ومتميزة فهو يعتبر أكثر من مجرد صلصة، حيث يكفي طعمه وحده ليكون طبقاً متكاملاً. معجون الفلفل الحار وصلصة الصويا ومعجون فول الصويا، هذه الأنواع الثلاثة من صلصة الجانج لها أشكال ومذاقات واستخدامات مختلفة، لكن جميعها من نفس المصدر وهو كتل فول الصويا المخمرة التي تسمى ميدو.
لطالما كان فول الصويا مكملا بروتينيا صحيا في الأطباق الكورية النباتية، كما تصنع الميجو من الفول الصويا. تصنع كتل الميجو كل عام من المحصول الجديد لفول الصويا، ويتم تخميره وتعتيقه بواسطة الدورات الطبيعية، مما يكسبه قيمة غذائية عالية. 수분과 습도와 온도와 바람과 이런 게 조정을 해주면 여기서 이제 균이 나와요. 이런 사이에 하얗게 이렇게 나온 것들이 살아있는 균이에요. 이런 조건이 모두가 다 자연에서 나오는 거예요. الصلصات الكورية تصنعها الطبيعة ويتم تخميرها في جرة من الفخار، حيث تسمح بمرور الهواء على مكوناتها، وتسمى المنصة التي يتم وضع هذه الجرات عليها جانغدوك دي. بعد وضع كتل الميجو في الجرات الفخارية المليئة بالماء والملح وتركها تتخمر لفترة من الوقت، يتحول الماء المغمور فيه الميجو إلى اللون البني الداكن، وتطفو كتل الميجو على السطح. تفصل كتل الميجو عن الماء المالح، ويتم استخراج معجون الفول الصويا وصلصة الصويا. يتم إنتاج صلصة الصويا من خلال تخمير السائل المتبقي بعد استخراج كتل الميجو. يتم الحصول على معجون فول الصويا بزيادة عجن وتخمير الميجو، كما يتم عمل معجون الفلفل من الميجو من خلال طحن الميجو المخمر جيدا ومزجه مع مسحوق الأرز اللزج ومسحوق الفلفل الأحمر الحار وإجراء المزيد من التخمير. طول الانتظار والمثابرة للحصول على نكهات الطبيعة. الصلصات الكورية النموذجية المصنوعة من الجانغ تعتبر غذاء صحيا ومثاليا ومعتدلا أيضا، من صنع الطبيعة وبمساعدة أيدي الإنسان. La cuisine coréenne, c'est l'aspect fermentation. Donc pour moi, la fermentation provoque vraiment des nouveaux aspects au niveau de la santé. Donc on a une augmentation des sels minéraux, des vitamines, du goût. Et donc c'est ce qui fait mettre la cuisine coréenne, notamment ses sauces, dans une position très actuelle, très dans l'air du temps. Alors le plat, c'est sans doute le bibimbap, kimchi. Ce qui m'a charmé, c'est que c'est d'abord une préparation qui est bien sûr avec une règle, c'est piquant, c'est du chou, mais on peut y mettre chacun sa propre sensibilité et sa propre histoire. يتم عمل الكيمتشي عن طريق نقع الكرنب الصيني في محلول ملحي وخلطه مع التوابل الكورية. 지금은 야채가 다시다처럼 많이 나지만요. 옛날에는 없을 때니까 저장해 놨다 흘리는 먹었잖아요. جميع الأسر الكورية تصنع كميات كبيرة من الكيمتشي في أول فصل الشتاء ويتناولونها خلال هذا الفصل البارد. تمر الأشهر دون أن يفسد، بل يتحسن طعم ونسيج الكيمتشي، والسر يكمن في التخمير. يبدأ الكيمتشي في التخمر عندما يتم خلط التوابل الأساسية التي تضم الملح والثوم والزنجبيل والفلفل مع مخلل صلصة السمك والمأكولات البحرية المملحة. الخطوة الأولى في صنع الكيمتشي هي تمليح الكرنب الصيني. جرت تقاليد الكوريين على استخدام الملح المجفف في الشمس. يتم إنتاج ملح البحر الكوري بصفة أساسية في الساحل الغربي، والذي يعتبر واحداً من بين أكبر 5 مسطحات طينية في العالم. يتميز الملح المعبأ مع المغنيسيوم والبوتاسيوم والمعادن الأخرى بقيمة عالية. ملوحته تقتل أي ميكروبات ضارة في الكيمتشي ولا تبقي إلا على البكتيريا حمض اللبنيك المفيدة.
تؤدي عمليات التخمير إلى قوة نكهة الكيمتشي وزيادة قيمته الغذائية والتي تتضمن مضادات الأكسدة الفعالة وآثار المنشطات الحيوية المهمة. وتثبت باستمرار الدراسات المختلفة القيمة الغذائية للكيمتشي. وقد صنفت المجلة الأمريكية الشهيرة هيلث الكيمتشي من بين أفضل 5 أطعمة صحية في العالم. وقد أبرزت الصحافة العالمية الكيمتشي كطعام جيد يخمر مع الفلفل والثوم. وهناك طعام كوري آخر مشهور يعتمد على التخمير وهو الكحول التقليدي. لقد ظل الكوريون يعتمدون بشكل تقليدي وواسع النطاق على الأرز والمشروبات الكحولية المخمرة من الحبوب. بعد سلق الأرز وتبريده يتم وضعه في جرات فخارية مع الماء ومحفز تقليدي لعملية التخمير الكورية يدعى نورا. وبعد فترة من الزمن يغطى بفقاعات عملية التخمير. ويصبح شرابا له مذاق لذيذ ومركز. يتم تصنيع الكحول الكوري التقليدي عن طريق تخمير الحبوب بالإضافة إلى عناصر طبيعية مختلفة لإضفاء نكهات متنوعة. وقد تم تطويره بأساليب مختلفة وبات الناس لا يستمتعون بمذاقه فقط كشراب، لكن يستخدمونه أيضا كعلاج للجسم. هكذا ترسخت ثقافة التخمير في ثقافة الطعام الكوري، حيث تمثل حياة وفلسفة الكوريين ومدى تسخيرهم للطبيعة بحكمة. La fermentation, c'est la vie, c'est la transformation d'un produit par des phénomènes chimiques. طعام متوازن ومتجانس غذائيا، أطباق لذيذة بنكهات الهبات الطبيعية، وصفات علمية تعتمد على التخمير. نجوم الطهاة حول العالم يصفون الطعام الكوري بصور مختلفة، لكن جميعهم يثنون بشكل عام على الطعام الكوري لفوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى. الناس من جميع أنحاء العالم يشيدون بالطعام الكوري لفوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى. الطعام الكوري شريك في الصحة.